بعدين واحد استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، اغنوهم عن السؤال. قال عشان نغنيهم عن السؤال لابد نديهم قروش. ده جابوه في التلفزيون. نحن مشكلتنا تلفزيوننا ده مليان مفتين ضللوا الامه دي. اكلمك بصراحه، واحد بيفتي بين تنظير قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، قال ده دليل على انه احنا بنغنيهم عن السؤال، يعني احنا بنديهم قروش عشان تغنيهم عن السؤال. لا لا لا، اول حاجه اغنوهم عن السؤال، الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما كان بيقسم في الزكاة، كان بيقسم فيها عينا يوم العيد بعد الصلاة. ما هي الناس جابوها أو قبل الصلاة، الناس جابوها بعدك بيقسم فيها. لما قاعد يقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال يغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. السؤال المقصود هنا السؤال عن الطعام، مش السؤال عن أي حاجة. لأنه أنت عارف لو قلت لي يغنوهم عن السؤال معناها المال، أنت الزكاة بتاعتك دي لو قدرتها مش 12 جنيه وديتها للمسكين، هل بتغنيه عن السؤال؟ عن أي حاجة؟ وين المسكين ده دار له لبسات للأطفال؟ اللبسة بكم؟ 12 جنيه دي بتجيب لبسة؟ والله شريط بتاع البنات ده، شفت الشريط الأحمر بالبطو داك؟ شريط ما تجيبه. عشان ما يتفلسفوا، واحد في التلفزيون عامل فيها مفتي، ما دي مشكلتنا في البلد دي نحن. عامل فيها مفتي، قال النبي قال أغنوهم عن السؤال، نحن نديهم القروش عشان ما يسألوا، لا 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 لا. المسكين المحتاج ده انت ما بتقولوا انك بتغني وكل، لو جبت له جمعت له زكوات بتاعت 10 انفار، 10 انفار مش بيحددوها 12 جنيه يعني 120 جنيه، اديهم 120 جنيه يودي سوى بها شنو؟ يشتري بها ملابس، ها؟ يشتري بها اكل، صلح بها البيت، جير وما تعرف شنو، بوهية ولمبه جديده ودارين يجيبوا فرشات، بيشتري له ديل؟ ما بسوي له اي حاجه. عشان كده اغنوهم عن السؤال اي عن الطعام، لانه المسكين لو اديته شنو؟ زكبت عزول واحد واحد بس اديته له اليوم بتغنيهم عن الطعام. عشان كده اغنوهم عن السؤال مقصود بها اغنوهم عن السؤال عن الطعام في هذا اليوم، مش السؤال عن اي حاجه. على اي حال انت بس اعلم انه اي زول بيقول لك اخرجها نقدا دليل ما عنده، دليل شرعي ما عنده، الا يجيك ساي كده بس يقول لك نحن وافتنا بها نحن ونحن مسؤولين كبار. والله بطريقتك انت بتفتي المسلمين بانه يطلعوا الفرض عليهم اللي الطعام يطلعوا قروش، ها؟ انت افتيتهم كده ولا تجزي. بعد ذاك انت ابقى نجيد امام الله سبحانه وتعالى، شيل شيلتك بعدين، لانه ربنا فرض طعام انت قلت لهم لا لا ادفعوه قروش. يا اخوانا ما اي شيء مقابل ده، يعني هسه انا لو فاتح لي مغلق، لو فاتح مغلق كويس ودار اطلع زكاة الفطر بتاعتي، ممكن اطلعها مفك؟ اشيل لي مفك من هنا اجي لي مسكين اقول المفك ده ب 20 جنيه كمان، هاك دي زكاة الفطر. والنبي قال طعمه، في ذول بياكل لها مفك؟ طعمه طعمه للمساكين، فهمت؟ لكن الناس بتنظر يقول لك يجزي ولا باس بها، لا باس بها كيف؟ دليلك وينه؟ وين دليلك انت عليها؟ على اي حال انا استطردت كثير وطولت في المساله، لكن ده حكمه يا اخوانا. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. والناس النزاع زي ما قالوا الشيخ قبيل ذاك، الناس تفضوا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.